يعني خليني برضه اروح مع حضرتك، انا هنقل وجهه نظر الناس، خليني انا اتحدث بلسان الناس واي حد بيتكلم بقى مش بس جماهير الاهلي. بعض بيقول طيب ما اذا كان ده الوضع من 30 سنه، واذا كان دي مش اول مره ظروف بيواجهها النادي الاهلي، ورغم ده كان في عندنا جيل ذهبي وقدر ان هو يحقق بطولات عظيمه جدا وانضمت او يعني تم كده وضعها مع يعني دولاب البطولات الموجود في النادي الاهلي، وكمان كنا كلنا كجماهير سعداء بيهم، ما كناش شعرين بهذه الضغوطات اللي موجوده والتلاحم للمباريات والبطولات وغيره، اشمعنى دلوقتي؟ لانه الكم من المباريات اللي فيها تلاحم اكتر بكتير من المواسم اللي فيها الجيل الذهبي، ما كانش فيه كل البطولات دي مع تلاحم المواسم مع ضغوطاتها مع وخاصة الموسمين اللي فاتوا. وبرضو كلام حضرتك كوجهة نظر أنا بحترمها جدا، ولكن في خلال ال 15 شهر اللي فات النادي الأهلي خد كام بطولة؟ سواء على مستوى الإقليمي أو على المستوى الأفريقي، على مستوى الدوري، على مستوى السوبر، يعني كل الكم البطولات في خلال 15 شهر بطولات كثيرة جدا. صحيح. في 2004 ل 2000 لحد 2000 اظن 12 او 13 الكم البطولات كان كبير جدا، لكن في الفتره الصغيره دي النادي الاهلي حصل على بطولات كثيره جدا على الرغم من كل الضغوط اللي موجوده وكل المحاربه اللي احنا بنتحاربها سواء من بعض الاعلاميين او من بعض الدخلاء. للاسف انا بقول الكلمه ديت اللي ساعات بيطلعوا، انا اقيم مدير فني، وانا مدير فني عنده ثلاثه افريقيا وكاس عالم بطولتين برونزيه واطلع اقول ازاي بياخد اجازه يعني. طب انا انا عارفه حضرتك بتتكلم عن مين. ما اعرفش والله. لا لا انا عارفه ما... لا ازاي انا بسمع في ما هو في حد فعلا قالها، انا عارفه حضرتك بتقول يعني عن مين. ازاي الراجل ياخد اجازه؟ الراجل ده يعني انا لو انا اللي بيقول ايا كان يعني. ايوه اللي بيقول الكلام ده انت عارف في المطبخ فيه ايه؟ انت بتروح تحضر تدريبات اللعيبه، انت شايف الاجهاد الموجود عند اللعيبه، انت معاك مفهومه طبعا، انت ما عندك جهاز، ما عندك جهاز بيحلل، وعندك طبيب. صحيح. وعندك بتاع تغذيه، الجهاز ده كله انا مش مفروض ان انا بقيم اللعيبه بحيث ان انا وانا بادي اللعيبه وهي بتادي ابقى عارف مستواها البدني والحمل العالي اللي هم واخدينه على طول حمل عالي. بعدين انت كواحد بيقيم المشهد من بره غير واحد بيقيم المشهد من الداخل، فبرضه الواحد بيستغرب فعلا كم التعليقات والتدخلات اللي ملهاش اي علاقه بصراحه ولا لازمه، وبتبقى فترات مهمه جدا وحساسه للنادي الاهلي. على كل حال دي نقطه كنا اتكلمنا فيها كتير، ولكن اعتقد ان هي هتستمر ومش هتنتهي، فدعنا يعني زي ما بيتقال كده لا نلتفت ليها.